الله العظيم في محكم كتابه الكريم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الاكرم محمد وال محمد موضوع البحث هذه الليله بعنوان لنعلم الجيل ثقافه الاسلام للعلاقات الانسانيه مقدمه موجزه للبحث ديننا الاسلامي الحنيف جاء بقيم نبيله رفيعه المكانه والمستوى لبناء الحياه الانسانيه على نحو من الاستقرار من التكامل لكن في الممارسات العمليه لبعض المسلمين قد تظهر بعض التصرفات المنطلقه من مزاج انفعالي او من فهم خاطئ للدين ولذلك قد نلحظ جميعا نوع من الممارسات العدائيه العنفيه غير التسامحيه خصوصا عند الطبقه الشابه وهذا يتنافى مع تلك القيم النبيله التي جاء بها الدين هذا البحث لماذا يطرح اولا للمحافظه خصوصا على الطاقات الشابه كي لا تنزلق في مستنقع العداء والكراهيه وثانيا للمحافظة على سلامة المجتمع في المستقبل لهذا يطرح البحث فكرة البحث ما هي؟ هذا البحث طبعا فيه تفصيل وفيه اخذ ورد ونقد وابرام لكن احاول ان اضغطه بالمقدار الذي يتناسب مع المقام هذه الليله فكره البحث تشكيل للرؤيه القرانيه المتعلقه بالعلاقات مع الانسانيه عندما اقول الانسانيه يعني الانسان بما هو انسان بغض النظر عن انتمائه افكاره المكان الذي يعيش فيه المستوى الذي يعيش فيه وما الى ذلك الانسان بما هو انسان بغض النظر عن اي شيء داخل عقله أو أنه في أي بقعة يعيش أو في أي دائرة مع أي دائرة ينتمي بغض النظر عن ذلك سأحاول أن أشكل الرؤية القرآنية مختصرا هذه الليلة حول هذا المقطع أو هذه النقطة وأوجزها في بعض العناصر لاحظوا العنصر الاول مرتكز من المرتكزات الاساس طيب للرؤيه القرانيه الانسانيه شنو يعني يعني الانسان بما هو انسان له قيمه خاصه في نظر الدين ولقد، شوفوا الايه المباركه ماذا تعني؟ ولقد كرمنا بني ادم شوفوا لاحظوا الايه المباركه ما قالت ولقد كرمنا المسلمين او المؤمنين او الموحدين ولقالت الانسان ايضا ولقالت البشر قالت بني ادم يعني اي جنس اي كائن بشري ينتهي الى ذلك الاصل ما دام هو ينتمي الى ذلك الاصل يعود الى ذلك الاصل فهو مكرم عند الله الله كرمه لاحظوا قبل ما استرسل فيها وش معنى ان الله كرمه لاحظوا لما انت تقول ايوه لقد كرمنا بني ادم يعني الانسان حتى لاحظوا هذا الانسان حتى مع كفره والحاده الى قيمه عند الله لاحظتوها يعني احنا يمكن نشوف ان الانسان المؤمن هو المحترم المقدر اما ذاك اللي مو مؤمن وما يصلي ولا يعترف بوجود الله اصلا هذا ما له قيمه الله سبحانه وتعالى يقول عندي له قيمه لاحظتوا هذه وهذا احنا يوميا نكررها تدرون في الصلوات الخمس نكررها تعلمون ان احنا يوميا نكررها في الصلوات الخمس في كل ركعه ما في واحد يقرا القران ليقولها بس ممكن ما يلتفت لها أن الكافر إلى قيمة عند الله فضلا عن المؤمن ها وين بسم الله الرحمن من قلت الرحمن تقدر تقول بسم الله الرحيم تم الصلاة لو قلت بسم الله الرحيم تم الصلاة لا تم. لازم تقول الرحمن تعرفون الرحمن يعني شنو؟ يعني الرحمة التي تشمل المؤمن والكافر الرحيم هي الخاصة بالمؤمن <applause> يوميا ها واش معنى؟ يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمة خاصة حتى للكافر ولها تفصيل شنو الرحمة الإلهية للكافر شنو هي؟ ولهذا ما دام هو يعيش يرزقه ويعطي الصحة والعافية ويفتح له الأبواب وما إلى ذلك هذا كله من الرحمانية مو الرحيمية الرحيمية لها خصوص المؤمن له خصوص بيبقى لكن حتى الكافر تشمله الرحمانية يعني في قسم من الرحمة يشمله ليش لأنه مقدر عند الله إلى قيمة عند الله بعدين يوم القيامة الله كيف يحاسب هذا مو شغلنا احنا الله يقول ولقد كرمنا بني آدم الله جعل اله كرامة ولهذا الآن يعني الله مكرمه الله يعطيك الحق أنه كافر في الطريق تمر عليه ما تكرمه يعني ما قصدي مو ما تكرمه تستهين به تعتدي عليه هذا مو القانون الوضعي بس يمنع قانون الديني يمنع زين هذه وش معناها الايه؟ هذه الايه اخبار في سياق الانشاء اخبار في سياق الانشاء يعني يعني شنو؟ اخبار في سياق الانشاء يعني الله يخبرنا يقول انا كمر كرمت بني ادم في سياق الانشاء يعني شنو؟ يعني يجب عليكم ان تحافظوا على كرامته يصير في سياق الانشاء. يعني يقول لنا ترى هو انا كرمته، وايش معنى؟ انا كرمته يعني انتم ما يجوز لكم ان تستهينوا به. هذا معنى انا كرمته، هتقول هذا في سياق الانشاء. مو بس الله يقول لنا انا كرمته وانتم ونقول احنا ما شغل. لا انا كرمته في سياق الانشاء يعني في سياق الامر اليك ان انت ايضا ينبغي عليك ان تحافظ على الكرامه بالنسبه له ما دام هو انسان ولا يجوز لك هتك حرمته هذا اولا هذا الانسانيه وفيها حديث شو تاملوا انتم فيها دلالاتها ولقد كرمنا بني ادم واحد اثنين اثنين أريد أن أنتقل للنقطة الثالثة خلنا نذكر النقطة الثانية اه. لاحظوا لا تنافي وهذه كرامه الانسان لا تنافي بين شو عبر انا بطريقتي وبعدين اعطيها صيغتها الادبيه ما في تنافي بين الشيء اللي موجود في داخل العقل عند اي انسان وبين تعاملي معه يعني شنو؟ يعني الافكار ما لها علاقه بالعلاقات الاجتماعيه. لا تنافي بين الاعتقادات والعلاقات الانسانيه، ما في تنافي. لاحظوا؟ يعني شنو يكون في دماغه هو من افكار تتفق او تختلف معاه في اعمق الامور كالتوحيد. هذا يبقى حبيس العقل بس اما كيف تعامل يا برا؟ مثل مثل اي انسان اخر ما في تنافي، ما في تعارض اصلا بين الامرين لاحظوا الايه لاحظوا صيغتها دقيقه ها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لاحظوا لما تقول ايه ما ينهاكم الله الله ما قالت يا أموركم لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله يعني شنو كأنم كأنما كأن في سؤال في أدمغتهم ذاك الوقت في العصر الإسلامي الأول أنه يصير نتعامل إياهم كأن الله ما يريد نتعامل إياهم مثلا كتابيين قرشيين غيرهم الشكل. يصير حنا نتعامل يا عندي نسيب وعندي قريب وعندي جار وكذا هل في نهي هذا سؤال بعض الاحيان لا مو في سؤال في شبهة في توهم مو كأن الله ما يريدنا نتعامل وياهم يصير شبهة فيريد كأنه يريد يتحرج شوفه يبتسم في وجهه يقعد إياه يشتر من عنده يروح يتمشى إياه يطلع إياه رحلة غيره كذا يزوره يتحرج. الآية قالت: لا ينهاكم الله، وين رايح أنت؟ ذيك غير أفكار في الدماغ، ما لها علاقة بالعلاقة الاجتماعية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، دقق في الآية دقيقة جداً هذه الآية بينهاكم عن شنو؟ ان لحظه مسالتين ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خلنا اشرح هالكلمه هذه. الله ما ينهانا ان دولة اللي الناس العاديين اللي لا اعتدى علي ولا طردني من بيتي ولا كذا ايش جاي يعني في وظيفه في جامعه في مدرسه في مشروع في شركه جارنا غيره الله ما ينهاني ان اتعامل يا بس بشلون الله ما ينهاني عن شنو امر بس ابتسم في وجهه لو شيء اخر اكبر من ده ان تبروهم تقول الاية الله ما ينهاكم ان تبروهم واحد اثنين وتقسطوا اليهم تعرفوا ايش معنى تبروهم لاحظوا احنا ويش مطلوب منا تجاه الاباء والامهات الاحسان وسبق ان شرحت الموضوع مفصل هنا مطلوب منا ان نحسن الى الابوين لان خمس ايات في القران الكريم اكدت على الاحسان وبالوالدين احسانا خمس ايات البر ورد فقط في حق الانبياء لاحظين هذا في الآيات المباركة آه. وبرا بوالديه يحيى بن زكريا وبرا بوالدتي عيسى بن مريم ليش أقول احنا مطلوب منا الإحسان البر زين تأسيا بالأنبياء لأن البر معناه المبالغة في الإحسان لاحظتوا شلون؟ البر معناه أن واحد يبالغ في الإحسان هذا البر ولهذا زين الانسان يتاسى بالانبياء فيبر والديه مو بس يحسن اليهما المنطوق القراني المطلوب هو الاحسان ستقول ان هناك روايات استعملت لفظ البر ايضا سبق ان شرحت الفرق بينها لانه جرى الاستعمال مع الزمن لهذا اللفظ لفظ البر اكثر مما جرى الاستعمال للاحسان والباحه قرات روايه في المجال ايضا البر معناه توسع في الاحسان يعني مو بس تحسن اليه تتوسع في الاحسان اليه ان تبروهم مو معاك في دين اصلا دين ما عنده سواء معاك في مذهب او معاك في دين او معاك في الانتماء الى التوحيد او لا دين له لأن الذي لا يقاتلك ولا يخرجك من ديارك قد يكون هكذا قد يكون هذا هكذا قد يكون هكذا قد يكون هكذا ما في فرق كالذين كانوا أولا أن تبروهم ثانيا وتقسطوا إليهم شوف هذه الآية تأسس لنا رؤية قرآنية مهمة وتقسطوا إليهم شوف الآية ما استخدمت لفظ العدل استخدمت القسط لان يعني العادل ياتي في الحسن والسيء يقول انا الان حكمت بالعدل لكنك مثلا اخذت منه لا حكم بالعدل وبعد الله حكمت بالعدل اعطيته اما القسط اعطاء وتقسط اليهم يعني تنصفوهم في العطاء وما ذكرت الايه الجانب الثاني انك تاخذ منه تحط المنطق القرآني كيف؟ القرآن أعطانا يعني نكات مهمة جدا في المقام تبين لنا أصول التعامل على المستوى الإنساني ولهذا ماذا قال لقمان الحكيم لابنه؟ باللسان القرآني طبعا النص القرآني وإن جاهدا على ان تشرك بي ما ليس لك به علم كفار وماذينك ويصرون عليك لا بد ان ما تؤمن بالله ولابد ان ترجع الى الدين ال 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 الى اللادين دين ويضغطون عليك جهاد يمنعون عنك مثلا المصروف يطردوك من البيت يضيقون عليك الخناق ما اعرف شنو على اساس بس تترك دينك هذا ما يعطيك الحق مع انه شوف لاي درجه وصل ما يعطيك الحق ان لا تتعامل معهم بالحسنى فلا تطعهما في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة مو يختلف وياك في العلاقات الانسانيه كيف وصاحبهما في الدنيا معروفة ايش قد مهم هذا؟ قلت البحث هذا سيالط يعني وفي كلام مفصل إن شاء الله بكرة أيضاً ظهراً حاول أسلط الضوء على بعض الجوانب فيه. هذه مجموعة من العناصر. في مازال عناصر لتشكل الرؤية القرآنية. لكن بس إلى الآن هنا أنا ما أكملت الحديث بس إلى هنا. إذا إحنا نظرنا إلى الإنسان في حد نفسه على أنه مكرم ولا يجوز إهانته وهدك حرمته. ورأينا أن طبيعة الأفكار الموجودة في دماغه ما لها علاقة بتعاملنا اليومي معه. خلي يكون عندما يكون بس تعاملي انا يعني معه كيف يكون تعلمون لو يعطى مجال الينا ان شاء الله اختم بهذا الكلام انه على اساس الافكار نتخذ مواقف اجتماعيه ما اقدر اعيش حتى ولدي في البيت ما يمكن الزوج يعيش مع زوجته في البيت ليش لانه يبدا الانسان يتعود اولا ذاك الملحد لو اعطينا مجال ان الملحد ما نتعامل معه بالحسنى بعدين الموحد ما بنتعامل معه بالحسنى يعني ما بنتعامل معه تعامل اجتماعي بعدين ترى تتنامى الفكرة ها بعدين اللي جاي في دين اذا يختلف عني في المذهب ما بتعامل تعامل حسن بعدين اللي وياي في الدين في المذهب نفسه ها ما دام نفسه اذا يختلف عني مثلا في الفكره في الاتجاه المرجعي ما بتعامل يا تعامل حسن بعدين اللي وياي في نفس المرجعيه اذا عنده فكره غير فكرتي ما بتعامل يا منطق حسن بعدين 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 لان يعني تصير يوصل الامر الى غرفه النوم بين الزوج وزوجته ما يقدر يعيش وياها خلاص ما يقدر لان اكو نمط من الناس ما يقدر يعيش مع اخر اذا يعرف بان في عقله فكره تختلف عن عقله عن فكرته ما يقدر خلاص نفسيا ما يقدر من وين نشأت الحالة هذه؟ هذه مع الزمن تنشأ عند الإنسان. الدين من البداية قال حق شنو؟ كل إنسان مكرم هذا واحد الش... شنو هو عنده عن أفكار في دماغه عن الله ده مو شغلك الله يتعامل ياه بطريقته والله ما أعطاك حق أنه تحت تتصرف في كيفيات معينة لا أخلاقية والله لأنه عنده فكرة عن الله أقول لك أنا ما أعطيتك الصلاحية وشك شغل أنت بالتعبير العرفي يعني انت ايش دخلك؟ عابدي وانا حرفي انا جعلت لك كرامه انت لك اكله انت لك شربه انت لك تخليه يتنفس هذا انا اشوف ايش كيف يسوي واخليه ياكل ويشرب وينام وينجح ويصير عنده صفقات ويصير عالم ويصير فيلسوف و... اذا اريد أخوه انا امنع عنك كل شيء ايش دخلك انت؟ هذا بالتعبير العرفي حتى اقرب الفكره وعلمنا بعد ذلك ان هالافكار دي اللي موجوده عند كل البشر ما لها علاقه شلون انا اتعامل إياه اذا التزمنا بهذا الشيء كيف تصير العلاقات الانسانيه بين البشر لولا الاطماع تصير العلاقات الانسانيه من اروع ما يكون تتدخل بس الاطماع انه واحد يريد يجمع ولذا ما في اطماع الحياة تكون متسقة جميلة وفي هناك نكات أخرى إن شاء الله تعرض لها لاحقا أيضا بالنسبة لها الموضوع فقلت الأفكار ما لها علاقة الإمام الحسين يقول إلى العباس فإنه بعض أخوالكم الإمام الحسين يقول أنا أدري هذا شمر بن ذي الجوشن هو اللي بيقتلني أنا لعنة الله على شمر انا ادري عنه اللي بيقتلني وهو اللي اجى بصك الامام الى العباس وإخواته مو هو اللي اجى صح اجى بصك الامام العباس وعبد الله وعثمان وجعفر اولادهم البنين قالوا ما احنا رايحين اين بنو اختنا قالوا ما احنا رايحين اليه يا ابن صكمان كمان عبيد الله بن زياد انه اتركوا الحسين ورجعون وأنتم امنين قالوا ما احنا رايحين اليه اللي ما التفت اليهم ناسين طبعا هم قاموا بوظيفتهم لاحظوا ها قاموا بوظيفتهم لانهم ما يتحركوا الا بامر من الامام الحسين بس قرب المساله اجيبوه روحوا له ليش؟ الامام ما قال انه شوفوا ايش عنده لا فإنه بعض اخوالكم بينكم وبينه رحم صحيح هو عدو لكن بينكم وبينه رحم شنو هالرقي هذا؟ هذه قيم كربلاء العظمى ها قيم كربلاء العظمى اللي هذه القيم لازم احنا نبرزها الى السماء خلي العالم الانساني كله يستنشقها، شوفها شوف شنو هالقيم العظيمه وليش احنا نقف امام اسم الحسين؟ بهالعز وبهالكرامة وبهالاعجاب كرامة وبهال إعجاب ونعاتب العالم الإنساني وين عن مثل هالمواقف هذه شوف هالمواقف العظيمة اللي ما حسين هكذا يقول لقاتله في شأن قاتله لا يصير قطيعة رحم ولهذا لما دعا الإمام الحسين على عمر بن سعد شنو قال؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله متى عندما جاءه الأكبر أول الشهداء صاحب مصابنا هذه الليلة سلام الله عليه شلون سطر موقف؟ شلون سطر موقف؟ ولهذا استحق أن يكون قبره مع الحسين في ضريح واحد عند رجلي الامام سلام الله عليه وهكذا نسال الله ان يوفقنا واياكم لزياره الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين واهل بيته الذين استشهدوا بين يديه إجا يطلب الاذن الامام الحسين شو يقول يقول له روح صعب عليه ولده هذا قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا اذا اشتقنا الى رؤيه نبيك نظرنا اليه بعدين انفجر الامام باكيا اللهم امنع عنهم قطرات الارض وبركات السماء وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا الأكبر قال هذا أنا قال هذا أنا شنو سوى يقول ودع علي الأكبر النسوة ودع حسين وما وراه شيعة وتصفج الكفين وعليا تقدم علي الأكبر نحو القوم يقاتلهم قتال الأبي المستميت حتى أكثر القتل فيهم فصاح اللعين بن سعد ألا يوجد من يكفينا شر هذا الفتى لم يوجبه أحد لأن كان يسطر بطولات سلام الله عليه وكان هذا بمرأة ومسمع من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكان يتهلل وجه الإمام كل ما شاف الأكبر هكذا يسطر تلك البطولات ويقدم تلك الإنجازات يتهلل وجه الإمام الحسين ها فالتفت إلى لعين ما حد التفت إلى رجل من رجال الكوفة يدعى بكر بن غانم قال له ألا تكفينا شر هذا الفتى قال انا ترسلني الى صبي كهذا والله لو كان جده علي لاتيتك براسه الح عليه استشاط اللعين غضبا اقبل نحو الأكبار فاتحا باعه فتغيرت ملامح وجه الحسين وليله منك ها تنظر لان الروايه عندنا تقول في المناقب لابن شهر شهر عاشوب كانت امه بباب الخيمه تنظر اليه ولها لا تتكلم من يعني من من, من عظمه المصاب تنظر اليه ما تتكلم سلام الله عليها ها تغيرت ملامح وجه الحسين جاءت تهرول الى الامام ابا عبد الله هل اصيب ولدي بمكروه؟ قال كلا ولكن برز اليه من يخاف عليه منه امضي الى الخباء واطلبي من الله عز وجل ان يرده علينا سالما يلا خلينا ندعو بدعاء بدعاء هذه المراه الوالهه سلام الله عليها باسم الحسين ونقدم طلباتنا وحاجاتنا تقضى ان شاء الله في هذه الساعه يلا يلا بصوت واحد إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصدر أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب أردد علي ولدي سالما. تقول الروايه في هذه الساعه: اقبل ابن غانم شاهرا سيفه هوى به على الاكبر صرخت سكينه واخاه الا ان الاكبر امال بنفسه من على سرج الفرس فاصابت الضربه السرج بعدها عاد الاكبر الى مكانه. عاجل اللعين بضربه جعله يتخبط بدمائه على تراب كربلاء يالله واقبل نحو الحسين ويا ابو يا قطرته يا ابو يا قطرته ما أدقى وأورد ليل ميدان واح ويا بويا انفطر جبدي وحاق جدي قال بني عد بارك الله فيك اما الان فامض الى امك ها قبل ان تفارق روحها الحياة مضى اليها رآها مغمن عليها أخذ رأسها صيره في حجره صار ينضحها بدموع عينيه أفاقت ترى أمامها ببهائه شبكت عليه قالت ولدي علي أعازم أنت على لقاء الموت قال نعم أمه أما تسمعين والدي يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار قالت بني ولكن لي اليك حاجه سرح ذوائبك تقلد سيفك قف حولي سبعا اريد ان اتملى من مشيتك فعلى الاكبر ذلك اجركم الله وكلما رات جماله وابهاءه آه. لطمت على صدر هويها صارخة وعليا تطالعنا بنات الرسالة شبكنا عليه هذه تشمه هذه تضمه لما رأى الحسين هذا المشهد هاجت عبرته وفاضت دمعته جذب الأكبر إلى صدره ضمه إليه في الرواية حتى وقع على الأرض ثم قال بني عد بارك الله فيك فما أسرع ما تلقى جدك أجركم الله انطلق الأكبر نحو القوم يناجزهم مناجزة البطل الشجاع المستميت والحسين ينظر اليه من بعيد وما زال وجهه يتهلل سلام الله عليه اذ بصر به مرة بن منقذ العبد وهو يقول علي اثام العرب والله والله لئن مر بهذا الفتى لاثكلن به اباه وبينما كان الأكبر يطارد فلول الجيش وإذا بالعبد يتعقبه من خلفه فأصابه بالسيف على أم رأسه صرخ الحسين وولداه اعتنق عنق الجواد توسط به القوم اثخنوه بالجراحات حتى وقع على الارض صارخا ابا حسين عليك مني السلام تقول السيده سكينه لما تناهت صرخه اخي الاكبر الى مسامع والدي نظرت في وجهه واذا بعينيه تدوران شبه المحتضر امتطى صهوه الجواد أسرع نحو الأكبر رمى بنفسه عليه صارخا بني علي قتلوك قتل الله قوما قتلوك يلا خلينا نتأوه مع الحسين سلام الله عليه ها ونثير الشجون كما أثار مولانا أبو عبد الله آخر شيء بيت الدعاء نسألكم الدعاء اي والله وشافه شاف شلون شافه شافه والنبي شابت علي راح علي راح قعد عنده وصفق راح اي والله على راح على راح يلا بصوت واحد ها وصاح حسين يا زينب